أستاذة أمل مبدأ قادرون باختلاف ونشوف جزء من الشباب الحلو ده جميل اللي هم عندهم انحلال الجلد جلد الفقاعي الفقاعي، نشوفهم قدام سيادة الرئيس كده السنة الجاية ان إن شاء شاء الله، الله. وامل ان هم يندرج هذا المرض تحت مظلة 5%، لان هم مش مندرجين فما لهمش اي حقوق. فطبعا انا بقول ان كفاية الالم اللي هم فيه وكفاية عدم تواجدهم في المجتمع، فهم مش حاسين ان هما لهم ليه اي مش اولوية. مندرجين تحت المرض اللوحة؟ عشان بما انه مرض نادر نادر ومش ومش معروفين. معروف فمش مندرج، لا لان هو هم قد بياخدوش. يكون عدم علم بيه، ما بس هو لو اتعرف. انا مقدمة طلب الحقيقة للرجاء ان هذا المرض يندرج تحت بإذن الله. ال 5% ويندرج تحت التأمين الصحي، لان بيحتاجوا كتير قوي طبعا عمليات يد، بيحتاجوا عمليات اسنان، الشعر بيقع، يا قلبي. الايدين لازم تتظبط، فبيحتاجوا حاجات كتيره قوي تكلفتها عاليه قوي قوي. فدورهم او ربنا حقهم في يجعلك سبب الحكومه يا استاذه ان هناء شاء الله، بجد ان بإذن شاء الله. الله املي ان هم ياخدوا حقوقهم، واملي ان هم يلاقوا نصيبهم في التعليم والعمل. يعني انا عندي واحده من البنات اسمها ندى، 22 سنه، الاولى على دفعتها في صوتيات من ما شاء اسكندريه، الله ما شاء الله، مش لاقيه حد، مش لاقيه شغل، يعني مش لاقيه شغل ومفيش حد عايز ياخدها علشان علشان عندها انحلال الجلد الفقاعي، مع انها مش يعني يعني ايديها بتشتغل بسيط يعني كده. المهم لكن الدماغ، مخها دي الأولى هما الناس لازم تعرف ان أذكياء. لازم تتعاملي بمخهم، ولازم تتعاملي تخشي جواهم، لازم تحسي بيهم، لان هما قد كده بيقدروا يدوكي انت كمان الطاقة. يعني انت لما تديهم الابتسامة هما كمان هيدوكي نفس الابتسامة، إن شاء لكن الله. العدم الـ يعني التنمر لا 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 وعدم لا اعطائهم حقهم ده بيقهرهم هما كمان. لا، أعتقد إنه التوجه في السنين الماضية أتمنى للفئات، لكثير من الفئات اللي كانوا بيتم التنمر عليهم وبيتم يعني عزلهم في حقل لوحدهم، مظبوط لا مظبوط هم دلوقتي يعني الحمد لله خدوا مكانة محترمة. وأعتقد إنه عدم دخول الفئة اللي حضرتك بتتكلمي عنها هو عدم علم بيهم، وأتمنى إن احنا نكون عملنا التوعية الكاملة بيهم. أستاذة هناء السادات، أنا بشكرك أنا لوجودك اللي معايا، بشكركم جدا وربنا جدا. يجازيكي خير على العمل تسلمي، العظيم ده. حد تاني كان قال هقفل الأحزان بقى وهبعد علشان أنا شفت تعب كبير، لكن هي الحقيقة ما شافتش تعب، هي شافت ملاك نازل من ونور السماء والله، ونور ونور، حقيقي وإن شاء ونور. الله تكملي النور ده. بشكر حضرتك، شكرا ميرسي، جزيلا كتر أستاذة ألف هناء. خيرك.